Hello everyone, my name is Anna and I'm from Ukraine. I'm the founder of Lux Beauty Salon. Yeah. I'm here in Qatar since 2018, so it's 5 years. Actually, I came here to Qatar and I was working in a totally different field, but beauty industry was the most, it was my passion. This is something that always I was dreaming of. So first of all, location, this is was our first challenge, I can say like that, because to find the right place, this is the most important in any business. So finally, we found this location in the Pearl of Qatar, which one I think it's the heart of Qatar. And the second one, I think this is our staff, because our target was to give the most high level in Qatar and to find good person. This is the most important. So it takes time from 50 interviews, I choose one. And it can be like a challenge for you to get. Of course, it's big time. بداية أنا بحب أشكرك طبعا جدا وأشكر البرنامج والقناة على إتاحة الفرصة لينا إن إحنا نتواصل مع الناس ونوصل لهم بشكل فعال أكتر. وطبعا بنشكركم على الدعم الدائم لرواد الأعمال. أنا اسمي رؤى عمر، وصلت على الدوحة في 2015، يعني تقريبا بقالي 8 سنين موجودة بالبلد. أنا جيت في البداية كان في مجال السياحة والفنادق، وده أتاح لي فرصة كبيرة جدا جدا إن أنا أتواصل مع مختلف الثقافات وإني أتعرف على ناس من مختلف الباكجراوندز أو الخلفيات المجتمعية، وده كمان فادني في إن أنا أعرف قيمة السيرفيس أو الخدمة وكيف الخدمة وطريقة تقديمها بتميز شخص عن شخص، فده فادني على صعيد الشخصي وعلى صعيد العمل كمان. زي ما قلت لك، انا ما وصلت على الدوحة حسيت ان هي زي like a second home. البلد كتير جميلة من حيث سهولة المعيشة وتوفير الخدمات بشكل جيد جدا، كمان بيئة امنة جدا سواء ان الواحد يعيش فيه مع عيلته او انه يفتح عمل جديد. وزي ما قلت لك، بدأت الاول في مجال السياحة والفنادق، وده كان مجال مهم جدا قبل الفيفا. وزي ما انت شايف، قطر من اكتر الدول في المنطقه، سواء منطقه الميدل ايست او حتى في العالم، اللي الاقتصاد بتاعها متسارع وبيمشي بوتيره سريعه جدا. فحبيت اكون جزء من الاقتصاد دوت، ولاني عندي شغف كتير على الجمال والحاجات الخاصه بالنساء، وكمان زي ما قلت لك ضافت لي كتير جدا سنوات العمل في الفنادق. حبيت افتح مجال قريب للسيدات وفي نفس الوقت يخليني دايما على تواصل مع الاشخاص واقدم لهم خدمه جيده. زي ما حكيت لك، البدايه كانت فكره وشغف، وبرضو انا احب اقول ان ربنا كرمني بشريكه جيده جدا، عندها الخبره وعندها الريسورسز او الموارد وسهوله الوصول الى الموارد، فكنت محتاجاها كتير. فالحمد لله تشاركنا بنفس الجول او الهدف وبنفس الفكره. البدايات كانت يمكن توفقنا فيها كتير، وكمان البلد بتقدم خدمات كتير قوي تسهل من اي حد انه يفتح بيزنس، فنقدر نقول البدايات دايما حلوه. Actually, my team is working great. We have a great atmosphere in our team. And I think this one of our the most the success, which one we reach for right now, that all our customers are really satisfied with our services. And this is, of course, because of our masters. I believe that in this business, doesn't matter location, doesn't matter the interior you make, the most important, like materials, of course, everything it's important. But the most important, this is staff. And the service they're providing, this number one. The person, the client, will never come back to you if you are coming to amazing place and then you have a bad service. Lux Beauty Salon هو بيقدم أكتر من خدمة من مجال المانيكير والباديكير أو الاهتمام بالأظافر، سواء كان تفاصيل يمكن السيدات هتعرفها أكتر. كمان بنقدم الـ permanent makeup أو الخدمات الخاصة بالمكياج الدائم، كمان اللامينيشن، إطالة الرموش، فأكتر من سيرفيس.
شويه واجهتنا صعوبه ان الكومبيتيشن ريسنتلي عاليه جدا، لان في عدد كبير من الصالونات اللي فتح بيقدم نفس الخدمات تقريبا. لكن اللي خلانا نتميز او نوصل الحمد لله للدرجه اللي وصلنا لها هو ان احنا حبينا نحط نفسنا في مكانه مختلفه عن بقيه الصالونات، من حيث الاهتمام بجوده المنتجات، الاهتمام بال مش بس الديكوريشن، مش بس المكان، لكن كمان الجودة، التعقيم لأنه شيء مهم جدا خصوصا مع وجود الأمراض المنتشرة زي الكورونا وغيرها، كمان توفير بيئة مرحبة بحيث ان الضيف او الشخص اول ما بيدخل الصالون بيحس ان هو مرتاح نفسيا وانه في بيته، انه جاي يقضي وقت ممتع الى جانب حصوله على السيرفيس. Sure. Lou's Beauty Salon is a place of expert of beauty industry. From Europe, and we are using the latest technique of all our services, which one is manicure, pedicure, of course, lashes extension, permanent makeup, lamination, this kind of services, where we are using the most safe certified products, and just place where each woman can feel relaxed and enjoy her time. Definitely, this is our manicure technique. Because as you know, this is all our staff, they are Russian speakers, and this is the latest technique, which one, it's different. The girls will understand me. هي اخذت منا فترة طبعا طويلة مش سهلة، لان احنا كان شرطنا الاساسي ان احنا نوجد الشخص اللي عنده خبرة، اللي بيهتم بالتفاصيل، اللي عنده قدرة كمان على التواصل، واللي زي ما بنحكي ان هو يقدر يشتغل في فريق عمل، يعني يكون جزء من فريق العمل. وده حاجة انا بفتخر بيها جدا، لان احنا بالنهاية اهم شيء او اهم اسد او اهم اصل من اصول المهنة هي العاملين، ده بالنسبة لنا يعتبر راس المال. فانا فخورة جدا بالتيم الموجود، وقد ايه هم قادرين يتشتغلوا مع بعض وقادرين يقدموا خدمة جيدة للضيف ويقدر يجي مرة تانية. الحلم او التركيز الموجود طبعا ان احنا نضل دايما على الثقة، ونضل دايما على توقعات العملاء تبعنا، وكمان ان احنا نتوسع اكتر عشان نقدر نوصل لعدد اكبر من السيدات. ريسنتلي في كتير اماكن وتجمعات ومجمعات سكنية بقت موجودة على مدار الدوحة كاملة، فاحنا نفسنا نفتح فروع اكتر بحيث نسهل وصول السيدات ونوفر الخدمة ليهم في اماكنهم. Our plan of course is to open a minimum 3 branches in Qatar, all around Qatar. And expand your business. Yes, of course. This is number one. And to grow our client base. So then we can be more and more known in Qatar. Sure. Yes, sure. Actually, this was my dream to open beauty salon in my Ukraine. Yeah. Yeah, but then you know, Qatar, Corona came, so it changed all my plans. طبعا انا بشكر الشيخ الوالد الشيخ حمد والامير تميم شيخ البلاد على دعمهم الدائم لرواد الاعمال، على توفير البيئه الامنه للاستثمار وسهوله الاجراءات الصراحه، وكمان بشكر الشعب القطري على الضيافه والترحاب، فعلا الواحد بيحس انه فرد من البلد وان هي عيله كبيره. I would like to thank them because they make everything so smooth for us and easy, and environment to open any business, it's really helps to grow and to open businesses in Qatar. They're really supporting and help a lot. Of course, this is my family, all my friends who supports me, and of course it's Allah, the God who helped me in to achieve all of this. انا بشكر الله سبحانه وتعالى طبعا اول شيء، وبعدين بشكر عيلتي على دعمهم الدائم وثقتهم وايمانهم بيا، وبشكر شريكتي انيا على قد ايه برضو كانت في شويه الواحد ممكن يصيبه الاحباط في البدايه، بس هي كانت بتدعمني وكانت بتوجهني طول الوقت، وكمان بشكر اصدقائي وبشكر برنامج. We are located in the Pearl of Qatar, Mall 04,
and our telephone number is 654-100. احنا موجودين بمول 04 بمنطقة البيرل، وممكن على الشاشة تشوفوا أرقام التليفونات.